جميع المعادن المهمة للجسم ما لها أي وجود في الماء البارد. تخيلوا يا جماعة، وحنا جاخد 24 ساعة، عكس الماء الحار. الماء الحار الساخن جميع المعادن المهمة للجسم متوفرة فيه، يستفيد منها جسم. في بداياتي في الصين هنا، كل ما دخلت مطعم أو دخلت كوفي وطلبت لي موية، أعطاني ماء حار. حار يا جماعة، استغرب ليش؟ في الصيف، في الشتاء، في الربيع، في الخريف، في كل الوقت موية حارة. بغض النظر عن أضرار الماء قبل أو بعد الأكل مباشرة، بعيدا عنها، فوائد الماء الحار وش هي يا جماعة؟ أنا الماء الساخن يا جماعة على الريق، على الريق يساعد في تطهير عملية الهضم، تجنب الإمساك، تحسين الدورة الدموية، أنقاص الوزن، يعالج أيضا تشنجات العضلية، فرط الحموضة، فقر الدم، الضغط، السكر، وإيقاف الشيخوخة المباشرة. ما بس كذا، وبعد يعالج داء المفاصل والشلل والخفقان، يعالج أيضا السمنة زي ما ذكرت لكم، والسعال. بس كذا يا أبو علي؟ لا طبعا، يعالج السل والربو والتهاب السحايا وأي شيء يخص المسالك البولية والأنف والحنجرة والعين. طيب كيفية العلاج؟ تصحى الصباح على الريق، تشرب 4 كاسات نفس حجم الكاس هذا، تغلي الموية وتشربها، مو شرط موية حارة لازم، لكن الدافية تملح. في نقطتين مهمة يا جماعة لازم تنتبهون لها، بعد ما تشرب الماء ب 45 دقيقة بعد شربك تقدر تأكل، لا تشرب الماء وتأكل. خلصنا النقطة الأولى. النقطة الثانية، بعد ما تأكل ساعتين كاملة بعد أكلك لا تشرب فيها الماء نهائيا، لأنه راح طبعا كبار السن راح تكون صعبة عليهم يشربون 4 كاسات على الريق، ما راح يتقبلون، ولا أنا ولا أنت راح نتقبل، ولكن تقدر تشرب كمية قليلة وبعدين راح تتعب. الأمراض اللي ذكرتها لكم الله يجيرنا وياكم منها ويشفي كل مريض إن شاء الله، يتم علاجها بالماء الحار من فترة لفترة على حسب المرض، ولكن نذكر بعض منها. الصداع مثلا تحتاج تداوم على الماء الحار 3 أيام بإذن الله وأنت طيب. المسالك البولية والكلى وأمراض الكلى تحتاج إلى 10 أيام. مشاكل المعدة، المغص، الإمساك تحتاج إلى 10 أيام تقريبا. الدورة الشهرية عند النساء تحتاج إلى 15 يوم تقريبا. مشاكل الأنف والأذن والحنجرة تحتاج إلى 20 يوم. فقر الدم أو ما يسمى الأنيميا يحتاج إلى 30 يوم تقريبا. مشاكل القلب بجميع أنواعه ومرض السكري أيضا يحتاج إلى 30 يوم، شهر كامل الدوام على الماء الحار بإذن الله. الصرع بما أنه منتشر في الآونة الأخيرة، والشلل يحتاج إلى 9 شهور، ومشاكل الجهاز التنفسي، الربو مالربو يحتاج إلى 4 شهور. ضغط الدم والمنتشر هذا أهم شيء، ضغط الدم عندنا بالخليج هذا اللي ذبحنا ذبح، يحتاج شهر كامل الدوام على الماء الحار إن شاء الله. مرض السل والتهاب السحايا يحتاج إلى 6 شهور تقريبا. مرض السرطان بأنواعه كلها يحتاج إلى 9 شهور بإذن الله. هذه فوائد الماء الحار يا جماعة، انشروا المقطع لأن في ناس من عائلتي وفي ناس من عائلتك مصابة بأحد الأمراض.